بعد شهور من المعاناة في لوما بلعب فيها ربع ساعة لما يبقى المدرب راضي عني، وصلني عرض من جانجون، فريق في الدرجة الأولى عايز لاعب بديل في الدرجة الثانية، والأغرب إن لوما كان مش راضي وعايز يجدد عقدي، ولقيت نفسي لوحدي مش عارف أوصل لبابي ديوف وكيلي، لأنه في مالي بيتابع أمم إفريقيا، وده خلاني ألجأ لحيلة صغيرة. صديقتي وقتها وزوجتي بعد كده كان والدها عايش في مالي، دورت على مقر إقامة منتخب السنغال وطلبت منه يروح هناك ويقابل بابي ديوف ويبلغه باللي بيحصل، وكان رأيه واضح تماما، مفيش تجديد، ده وقت الانضمام للدوري الممتاز. وفي جانجون كان الوضع مختلف، علاقتي مع مدربي الجديد جاي لاكومب بدأت بشكل كويس، وأنا لما بحس بثقة المدرب ببذل كل جهدي ليه تلقائيا. في المباراة الأولى كنت بجري كأنه اليوم الأخير في حياتي، بس الكارثة إن في الدقيقة 30 حسيت إني ما بقتش قادر خلاص. بين الشوطين جالي لاكومب واتكلم معايا، ديديه أنا محتاج مجهود أكبر منك. هزيت راسي وأنا في سري بقول إيه مجهود أكتر من كده؟ أنا مش قادر أخد نفسي. الحظ وقف معايا وسجلت هدف في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، الحمد لله. وفي الماتش ده اتعرفت على صديق جديد اسمه فلوران ألودا، كان بيساعدني جدا في الملعب، ودي نقطة مهمة. في الدرجة الثانية بتحس ان كل لاعب عايز يحس انه بطل ويثبت نفسه، لكن في الدرجة الأولى كله هادي والأجواء أفضل. ما سجلتش غير 3 أهداف في 12 مباراة، بس كنت حاسس اني بتقدم كلاعب كرة محترف. في نهاية الموسم كانت الأجواء صعبة لأننا على حافة الهبوط، وأنا مش بفكر غير في حاجة واحدة، لا أنا مش هرجع درجة تانية تاني. وعشان كده لما نجينا من الهبوط كنا بنحتفل كأننا كسبنا دوري الأبطال. في الموسم التالي سجلت 17 هدف في 34 مباراة، بتفرج على ماتشات راؤول وهنري وأتعلم إزاي بيتخلصوا من الرقابة، إزاي كل مرة بيستلموا الكرة بيبقوا هم أصحاب القرار. وهنا وصلت المباراة هامة في مسيرتي أمام باريس سان جيرمان. في الدور الأول خسرنا 5 وأنا كنت غايب، جمعت الفريق قبل الماتش وقلت لهم يلا نوريهم شخصيتنا، هنسجل هدف مبكر ونكسب نقاط المباراة. دقايق وكان رونالدينيو بيستلم الكرة، روج كل الفريق بما فيهم أنا وسجل أجمل أهداف الموسم، بصراحة منعت نفسي بالعافية من التسقيف. دقايق وسجل باريس الهدف الثاني، يا الله ما ينفعش نستسلم، كنت بقول كده للاعبين وفعلا وصلني المدد من السماء. سجلنا الهدف الأول وأنا سجلت بنفسي الهدف الثاني، وفي الدقيقة 90 سجلت هدف الفوز. الملعب كان صغير يشيل 16,000 متفرج، بس حواليه عمارات كتير، الجماهير خرجت للبلكونات تبعت المباراة، المدينة كلها اترجت بعد هدف الفوز. الحقيقة جوايا عمري ما نسيت لما باريس طلبوا ضمي وسابوني ومشيوا من غير ما يعبروني. عارفين ايه اللي حصل تاني يوم؟ وصلني عرضين من ليون ومارسيليا. وكيدي شاف ان الانتقال لمارسيليا مخاطرة لان عدد من لاعبيه راحوا وفشلوا بسبب ضغط الجماهير هناك. في المقابل ميشيل أولاس رئيس ليون كان بارع في التعامل مع لاعبيه واقناعهم بمشروعه، بعت بوكي ورد لزوجتي في لفتة خلتها تقول لي اعتقد انت لازم تختار ليون. ليون كمان ضم فلوراما لودا، كل حاجة بتقول ان المفروض اختار ليون. لكن في المقابل سبب تاني كان دافع ان انتقل لمارسيليا، اني العب للفريق اللي ياما شجعته وانا طفل. واللي حسن قراري كان مكالمة من المدرب قال لي فيها انت وميدو هتكونوا ثنائي رائع. دايما بربط قراراتي بالمدرب، المدرب اللي بيؤمن بيا هو الانسب ان اشتغل معاه. اخترت مارسيليا، انتقلت لمارسيليا، وكان قراري انه عمري ما هقلع قميصهم ابدا، لكن اداره النادي كان ليها قرار تاني. قصه رحيلي عن مارسيليا كانت من القصص السيئه في حياتي، احكيها ليكم في الحلقه الجايه.